مرحبا، أنا رجعان وهذا عالمي، عالم الجيم ستوارد. يا أهلا وسهلا بكم. رح أتحدث اليوم عن الصخور. توجد 3 أنواع من الصخور، هي صخور نارية ورسوبية ومتحولة. الصخور النارية تتكون من المجمة أو الصهارة القادمة من باطن الأرض. الصخور الرسوبية تتكون إما من الرسوبيات المتكونة في الماء أو الرسوبيات المتكونة في الهواء، تكون بشكل طبقات. الصخور المتحولة تتكون عندما يحدث تغير للصخور النارية والصخور الرسوبية بضغط وحرارة أو تلامس عن طريق حرارة السوائل الحرمائية. هذه صورة للدورة للصخور، هي تبدأ من المجمى، بعدها يحدث تبلور، ثم تتكون الصخور النارية، بعدها يحدث تعرية وتجوية فيكون الرسوبيات، تندفن الرسوبيات في باطن الأرض أو تتجمع على بعضها وتنضغط فبتكون الصخور الرسوبية. بعدها يحدث الحركات أو الدفن للصخور الرسوبية، فبيحدث لها ضغط أكثر وحرارة فبتتحول لصخور متحولة. الصخور المتحولة والصخور النارية المتكونة سابقا والصخور الرسوبية، جميع أنواع الصخور يحدث لها نقول صهر في باطن الأرض أو إعادة صهر، فبتعطينا السائل أو تعود مرة أخرى إلى مجمى. هذه الصورة عبارة عن حمم متدفقة، طبعا هي عبارة عن صخور منصهرة، إذا تكونت فوق سطح القشرة الأرضية فبتكون الصخور البركانية، أما إذا تكونت تحت سطح الأرض أو تحت سطح القشرة الأرضية تكون الصخور النارية والجوفية. هذه صورة لصخور رسوبية تشكلت من الرمل المتماسك معا، رمل تماسك مع بعض وشكلت حجر رملي. هذه صورة للكوارتزايت، هو صخرة متحولة تشكلت عندما يتعرض حجر الكوارتز الرملي للحرارة والضغط داخل الأرض. طبعا الصورة القادمة لأبراج الحجر الجيري أو في الغالب أو الكالسيت، هو مكون من كربونات كالسيوم، هي مترسبة في المياه المالحة والقلوية، تتشكل هذه الصخور تحت الماء عندما تفيض الينابيع، مياه الينابيع الغنية بالكالسيوم في قاع البحيرة، فبحيرة تكون قلوية فيتكون هذه الأبراج وتسمى التوفا. بشكل عنصري يتركب الصخر الناري من عناصر تسمى الميجور إلمنتس أو العناصر الأساسية. طبعا توجد بنسب تزيد عن 1% وتكون على شكل أكاسيد في الغالب، هي الغالبة، شكل العناصر تكون بشكل أكاسيد. هي تشمل الألمنيوم والحديد، السيليكون، تيتانيوم، الصوديوم، كاليسيوم، مغنيسيوم، بوتاسيوم. في كمان عناصر تسمى الماينور إليمنتس أو القليلة المقلة، العناصر المقلة هي المنجنيز والفوسفات، لكنها تكون أقل بكثير من أقل من 1%، يعني ممكن توصل لواحد بالمئة من مئة، 1 من 100%، لكنها تظل من ضمن الميجور إليمنتس. ما زلنا على مستوى عنصري، إنه العناصر تكون هي تنقسم إلى مجموعات. عندنا 4 مجموعات للعناصر، مجموعة تميل للارتباط بالسيليكون والأكسجين وتنتشر بشكل معادن سيليكاتية وتسمى بالليثوفيل إليمنتس، أهمها هي التي تدخل في تكوين الصخور الحامضية اللي هي فلسبارات، تكون كالسيوم، بوتاسيوم، صوديوم، وتكون منتشرة في الصخور الجرانيت والجرانودايريت. كذلك منها الحديد والمغنيسيوم
وتكون لنا معادن الأولوفين ومعادن البيروكسين، وهي تكون منتشرة في صخور البازلت اللي هي قاعدية وفوق قاعدية، بازلت ودونيت وبيريدوتايت. في عناصر تسمى التريس إليمنتس، هذه العناصر تدخل من ضمن بعض المعادن في بنية التركيبية للمعادن، تحل محلها للمعادن الرئيسية، زي الزركانيوم يكون معدن الزيركون، والتيتانيوم يكون معدن التيتانيت، واليورانيوم يكون معدن اليورانيت. طبعا في منها الرير ايرث اليمنتس اللي هي النادرة، العناصر النادرة، اللينثانيوم واللوتيتيوم. المجموعة الثانية من العناصر هي التي تسمى السيدروفيلية، هي التي تميل للارتباط بالحديد، وهي أيضا تكون فلزية الميل كالنيكل والكوبالت والحديد، وتكون منتشرة في لب الأرض أكثر. طبعا يوجد أيضا النحاس والقصدير والمولبيدنايت والتنجستين والزرنيخ والذهب. المجموعة الثالثة وهي المجموعة تسمى الكالكوفايل، وهي تميل للارتباط بالكبريت، وتكون معادن كبريتيدية، أمثلتها النحاس، بيكون الكالكوسايت كبريتيد النحاس، و البورنايت. أيضا الزنك يكون الإسفاليرايت، والرصاص يكون الجالينا، والزرنيخ بيكون الريليجار والأوربيمنت. وطبعا هي قلنا هذه كبريتيدية الميل، رصاص، زنك، كبريت، نحاس، قصدير. طيب المجموعة الأخيرة هي المجموعة التي تضم العناصر الغازية، تميل للانتشار في الغلاف المحيط، في الغلاف الجوي المحيط بالأرض، هي الأتموفايل، الأتموفايل إليمنتس، منها النيتروجين والهيليوم والنيون والأراغون والكريبتون والزينون، يضاف لها طبعا الأكسجين والهيدروجين. مجموعة ثالثة وهي المجموعة تسمى الكالكوفايل، وهي تميل للارتباط بالكبريت، وتكون معادن كبريتيدية، أمثلتها النحاس، بيكون الكالكوسايت كبريتيد النحاس، والبورنايت. أيضا الزنك يكون الإسفاليرايت، والرصاص يكون الجالينا، والزرنيخ بيكون الريليجار والأوربيمنت. وطبعا هي قلنا هذه كبريتيدية الميل، رصاص، زنك، كبريت، نحاس، قصدير. طيب المجموعة الأخيرة هي المجموعة التي تضم العناصر الغازية، تميل للانتشار في الغلاف المحيط، في الغلاف الجوي المحيط بالأرض، هي الأتموفايل، الأتموفايل إليمنتس، منها النيتروجين والهيليوم والنيون والأراغون والكريبتون والزينون، يضاف لها طبعا الأكسجين والهيدروجين.